been reaching, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. أنا الحبابنا احنا هنا في تيرمينال تراجيتي ديال جينوفا، غادي ندخلو نشوفو الأوضاع كيفاش دايرة وليبيا كيفاش دايرين. المهم يلا معايا. Ma data possibile? La data disponibile? Sì, grazie. È il 3 giugno. 3 giugno. Prima del 3 però, giugno però non ho messo nulla. Però è sicuro perché abbiamo già fatto il video. Non glielo so dire, cioè, penserei di sì, però ancora noi non abbiamo avuto nessuna conferma. Non è certo che al 100% che... No, beh, non lo so. Se il prezzo per due persone, cabino con la macchina, poltrona? Con la macchina. Cabina o poltrona? Facciamo cabina. La macchina che macchina è? Macchina berlina normale. Ha dei bagagli sul tetto? No, niente bagagli. Sono 708 euro. Mi fai un foglio per piacere, anche con la data. Comunque la data, prima data è quella lì. Sì. Quando si comincia... Voi non sapete niente? No. Grazie mille. Per il momento nulla. Ok, grazie mille. Molto gentile, grazie mille. Arrivederci. Il mio amico è a casa, mi sono. Cabina interna e quattro persone. Prezzo uguale, dicevo, 700-800 euro, la data di Kina, la ieri, che mi sono mai annaio. Sì, di Kina, la data di luglio di Kina, 3 giugno 2021, è la data di Kina, devo, la prima data di Kina, Halien, devo. E guardi, dicevo. غادي نشوفو واش غادي تغير شي حاجة أو ما غاديش تغير شي حاجة. المهم هذا كان ما يخص يعني المباشر اللي درتو، ما عنديش اللايف، ولكن المهم المرة الجاية نديرو شي لايف إن شاء الله. المهم كيما شفتو معايا جراندي نافي فيلوتشي، هادشي اللي كاين. المهم اخوتي هادي هي الجردة، قلت لكم كنت نزيد نعس فيها، نعس فيها تاعيت، هاد الكراسة نعس فيهم تاعيت، هاهما كنت تشوفو هنايا، راه كاين إنسان واحد راهو ناعس مسكين تمايا، راهو إنسان ناعس، يعني المأساة تتكرر، المأساة تتكرر، شتي اللي كاين، شتي اللي كاين، للأسف. الانسان ملي تيجي يعني ما عندو حتى شي واحد، ما تعرف حتى شي حد، ما والو، يعني الضياع، الضياع اخوتي،
الصبر تبغى هادشي تبغي الصبر بزاف يعني باش تكونوا معولين الاخوان اللي غادي يجيو وباغين يجيو وما عندكم حتى شي حد غير الله سبحانه. الانسان خصو يصبر باغي تجي الغربه هادي خصك تصبر اخويا خصك تصبر. المهم هانتوما تشوفوا معايا واحد السيد مسكين راه هو ناعس ما عرفتوش منين هو يا. وهذا خوتي اللي تشوفوا فيه دابا راه حالة وحدة من بزاف ديال الحالات. هاكو الناس مسكين ما غاديش نفيقو وما غاديش نصورو يعني في وجهو للأسف. انتوما تشوفوا الحالة كيفاش دايرة لا فاق لا غادي نقدر نتكلم معاه ما فاقش غادي نخليه وما غاديش نصورو. المهم هادي راه حالة وحدة خوتي من بزاف ديال الحالات. راه نجي نصور لكم يعني هنايا في الجنوب أو ماشي في الجنوب في إيطاليا كلها راه نجي نصور لكم الحالات ديال عباد الله مساكن يعني ما كاين لا سكن لا والو فقط يعني الانسان تيدور تقلب على راسو صافي كاريطاسات في المسمع كاينه شي بلاصه يعني تعطيو الماكله راه يمشي ليها تعطيو شي مساعده راه تيمشي ليها تيقلب على راسو. للاسف للاسف بزاف يعني هادشي بصراحه تيبكي والله العظيم تيبكي انا بعد بكاني هادشي فكرت نيت الماضي الماضي الاليم اللي دوزت في هاد الجرده هادي ما شاء الله صف الى متى يعني قد تكرر الماساه المعاناه ديال الشباب الى متى الى متى. علاش بنادم تيهرب علاش بنادم تيهرب من بلادو علاش يا رب علاش يفكر كاع يخرج كاع يبدل البلاد ديالو علاش. نتمنوا انه الناس ديال العقد والحل يوجدوا حلول لهاد المسائل هادي وجوبوا على الاسئله هادي. هادشي اللي كاين اخوتي ما غاديش نفيقو كيما قلت لكم لا فقر ربما نقدر نقدم لي شي مساعده لا قدرت. هادشي اللي كاين ما غاديش نصورو للاسف اخوتي هادشي اللي كاين. هادي هي جينوفا وهادي هي الغربة يعني يقدر يعول على اي واحد اللي قلت لكم اللي ما عنده عائلة ما عنده حتى شي حد من غير الله سبحانه. والانسان الاعتقاد ديالو في الله ان شاء الله وما غاديش يخيب بطبيعة الحال. الانسان يكون الايمان ديالو قوي بالله سبحانه غادي يجي غادي تكرفش شي شوية وغادي يصبر. الصبر خصو الصبر بزمنك خصك تصبر الا ما صبرتيش هنايا يعني غاتكحلها ما صبرتيش غاتكحلها غاتولي في مشاكل اخرى اكثر. ايوا هادشي اللي كاين اخوتي. العقل شوف واحد الفيديو سابق شحال هادي ديال العوينه قلنا لكم كنا تنغسلو فيها الحوايج ديالنا وكنا تنجيو تنرتاحو باش يبقى الماء باش يبقى الماء ديما محلول ديال هاد النيكي هادي باش يبقى ديما الماء محلول باش بلاد ما يغسل حوايجو اللي يغسل هو النيس. هادشي اللي كاين كنا طاحو بزاف ديال عباد الله من الباطون سيرتو خوتنا التوانسه تينزلو لهنايا بزاف تيجيو لهنايا تا هما هي كذلك حتى المغاربه التوانسه التجاريه كلشي كان تيجي لهنا في هاد الجرده هادي كما قلت لكم يعني ما بقاش داكشي كيف كان يعني القضيه غادي تتصير شويه بطبيعه الحال. ايوا هادشي اللي كاين انتما تيجي حتى الحوايج مسكين هنا وتيجي يرتاح لهنايا كما تنشوفو معايا. المهم ابتداء من غدا خوتي كما تعرفوا غادي تكون ايطاليا كلها زونا جالة صفراء والشهر الجاي ان شاء الله كذلك غادي ننتقلوا كذلك من جالو غادي نمشيو لزونا بيانكا ان شاء الله. هادشي اللي كاين كذلك داك الديكريت سوستينيو بيس ديال ماريو دراغي يعني لغاية الساعة باقي غير مسودة يعني ما خارج في الجريدة الرسمية كانوا تكلموا بزاف ديال الناس تكلموا على هاد المسائل هادي ويمكن النقابات اللي كاينين قال لهم غادي يقوموا بإضرابات غادي يقوموا بإضرابات لأنه بزاف يعني ديال الوعود اللي جات بهاد الحكومة تاعي ديال ماريو دراغي لغاية الساعة يعني ما كاين منها والو. هذا ما كان في الفيديو أخوتي خليكم مع الأجواء ديال جينوفا على امل اللقاء بكم في شي فيديو اخر او شي لايف اخر او شي خبر مفرح ان شاء الله شي تنتمناو.